أنا طبق ايه ده ايه ده يا لولي، انت معاكي شيبسي؟ لا يا لولي الشيبسي ده غلط. لا لا غلط يا لولي، حياتي الشيبسي دوت، الشيبسي دوت بطنك هتوجعك، غلط ان انت تاكليه. لا أفا. لا غلط، حياتي يا لولي. لا يا لولي حياتي. لا يا لولي مش هتاكلي كيش الشيبسي ده يا لولي. يا لولي تعبتني يا لولي من الجري يا لولي. عارفه لو كلت، تعالي عارفه انت لو كلت كيش الشيبسي دوت هيحصل لك ايه؟ عارفه ايه هيحصل لك؟ قولي هيحصل لك ايه؟ بطنك هيبقى فيها واوا وهتروحي هاتي يا لولي، هاتي الشيبسي ده غلط مش تاكليه. ايد ايه دي اللي ايد دي؟ انا هرمي الشيبسي دوت في الزباله عشان غلط تاكليه، لو كلتيه بطنك هتوجعك وهيبقى فيها واوا وهيجي الدكتور ياخدك. يلا انا ماشيه يا لولي، وياكي تاكليه يا لولي، هاخده ارميه في الزباله. ها يلا انا هاخده وارميه في الزباله. دلوقتي بقى يا لولي هنروح نجيب الدكتور والدكتور هيديكي حقنه. لا هتاخدي حقنه. لا هتاخدي حقنه. يلا بينا نروح للدكتور. لا مش تجري يا لولي، هنوديكي للدكتور. تعالي يلا بينا. يلا يا لولي مش تجري. لا لازم نروح للدكتور. تعالي مش تجري، تعالي هاخدك للدكتور، يعني هاخدك للدكتور. دكتور لا يا ماما. دكتور يا لولي، وهنروح للدكتور وهتصل بالدكتور. لا. هتصل بالدكتور عمر يجي دلوقتي. لا هنتصل بيه يجي دلوقتي. هتاكلي تاني هتروح للدكتور تاني. استني يا ماما. لا استني ايه يا خلاص يا لولي مش هوديكي للدكتور، بس بشرط تعوديني مش تاكلي شيبسي تاني. مش هتاكلي شيبسي خالص؟ وانتوا كمان يا اصحابي يا حلوين ما تاكلوش شيبسي، عشان الشيبسي دوت غلط ومضر للصحه وبتوجع البطن. صح يا لولي الشيبسي بوجع البطن؟ ولولي مش بتاكل شيبسي اصلا يا اصحابي في الحقيقه، هي بس كانت بتعمل فيديو بس في الحقيقه مش بتاكل شيبسي. يلا باي باي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا اعملوا لنا لايك صباعوا فوق وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي، قولي لاصحابك باي باي يا لولي. باي.